السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المشروع سوف نقوم بصنع جهاز حساس السيارة. مكونات المشروع: أولاً لوحة الأردوينو، 2 سلك الطابعة المعروف، ونستخدم هذا السلك لبرمجة الأردوينو، 3 حساس الموجات الصوتية، 4 بوري أو ما يسميه الأردوينيون بالبوزر. ونلاحظ أن هناك سلك طويل وسلك قصير، فالطويل يدل على أنه القطب الموجب، والقصير يدل على أنه القطب السالب. 5 6 أسلاك، وهي ما يسميها البعض أسلاك الذكر إلى الأنثى، أي هي التي تكون قابلة لتوصيل بعضها البعض بدون تلحيم. 6 بطارية مع توصيلة، وفائدتها تشغيل الأردوينو. طريقة المشروع: أولاً نوصل الأردوينو بالكمبيوتر بواسطة سلك الطابعة، ثانياً نبرمج الأردوينو، ولقد قمت بوضع الكود الخاص بهذا المشروع في وصف الفيديو. كل ما علينا هو نسخ الكود وإلصاقه بالبرنامج. ثم نضغط على هذا الزر. مبروك، لقد قمت ببرمجة الأردوينو بكل سهولة. ثالثا، نقوم بتركيب جميع الأسلاك والقطع كما في الصورة التي ترونها. لقد قمت بوضع الصورة في وصف الفيديو، تستطيع تحميلها. الآن أحبتي في الله، دعونا نشاهد عملية تجميع الأجزاء. نعتذر منكم إخوتي الكرام لهذا الخلل الصوتي. نعتذر إليكم مرة أخرى إخوتي الكرام. في هذه اللحظات الصامتة دعونا نستغل كل لحظة في حياتنا بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، لقد صنعنا جهاز حساس السيارة، ولقد قمت بإلصاق الجهاز بالسيارة لنرى فائدة هذا المشروع. ما شاء الله، يبدو أني سأعمل نسخة لسيارة أخرى. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.